الاحتجاجيه الوطنيه ليوم 22/7/2014. يعرف المغرب ازمه اقتصاديه غير مسبوقه جراء الاستمرار في تطبيق مجموعه من السياسات الفاشله والمفروضه فرضا من قبل المؤسسات الدوليه عبر المزيد من اغراق البلاد في سياسه المديونيه الخارجيه وارتفاع معدلات العجز الى مستويات خياليه وما يعنيه ذلك من انعكاسات خطيره على المستوى الاجتماعي وارتفاع يكون ضحيتها الوحيد المواطن البسيط. توجهات لا تمت الى مصالح وحاجات الاغلبيه الساحقه من الشعب باي صله، بل ترتبط اساسا بالطبقه المتحكمه ومجمع السائرين وفق خطاها الرئيسي في قمع ونهب ثروات البلد واحكام الخناق عليه عبر اقرار المزيد من الضرائب والزيادات المتتاليه في الاسعار ورفع الدعم على القطاعات الاساسيه من قبيل السكن والصحه والتشغيل والتعليم، والنتيجه دائما المزيد من افقار الفقراء واغناء النافدين الفاسدين. هذا الوضع فجر سخطا جماهيريا عارما وما رافق ذلك من احتجاجات واسعه في مختلف ربوعه الوطن تعبيرا عن رفض هذه السياسات الفاشله والمطالبه بالحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه. لكن النظام بدل الاستجابه لتلك التطلعات الديمقراطيه للجماهير الشعبيه رفع من وتيره القمع والاعتقالات والحصار والمنع الذي طال المعطلين او طال مختلف حركات الاحتجاجيه، حركه طلابيه، حركه 20 فبراير، الحركات الاجتماعيه، ولم تكن حركه المعطلين استثناء من هذا الوضع او الواقع، حيث نذكر ان عدد الاعتقالات في صفوف هذه الحركه الممانعه زاد من 300 معتقل، معظمهم متابع في حالة صلاح أو محكوم بالحبس الموقوف التنفيذ أو غرامة مالية خيالية، ناهيك عن مئات القصور والعاهات المستديمة وحالة الإجهاض جراء القمع الوحشي. ولم يقف النظام عند هذا الحد، بل لجأ إلى آخر أوراقه في محاولة بائسة ويائسة لأجل اشتتات الحركات أو الحركة عبر حبل مسرحية سخيفة كانت بطلتها كل من وزارتي الداخلية والعدل. يوم 3 أبريل 2014 تم على إثرها اعتقال 9 مناضلين ينتمون إلى حركة الأطر العليا والمجازة المعطلة بالرباط، لا زالوا قابعين وراء جدران العار إلى حدود تلاوة هذا البيان احتجاجا على هذا الاعتقال التأسفي داخل معتقليات السياسيين 9 في إضراب مفتوح على الطعام منذ 25 يونيو 2014، وما رافق ذلك من حصار وتعنيف وتعذيب بشكل يومي نجم عنه تدهور خطير في حالتهم الصحية، ناهيك عن المعاناة النفسية والاجتماعية لعائلاتهم. ورغم كل صيحات الرأي العام الوطني والدولي من أجل إطلاق سراحهم، إلا أن النظام كعادته فضل نهج سياسة الأداء الصماء. وعليه نعلن للرأي العام الوطني والدولي والمحلي ما يلي: مطالبتنا بإطلاق المعتقلين السياسيين 9 وإسقاط كل التهم المرفقة لهم دون قيد أو شرط وكافة المعتقلين السياسيين. تأكيدنا على أن المعتقلين السياسيين 9 هم معتقلي قضية البطالة بالمغرب. استمرارنا على درب النضال والكفاح حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة وعلى رأسها الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. رابعاً، تحميلنا كافة المسؤوليات للدولة لما سوى تؤول إليه أوضاع المعتقلين السياسيين 9 المضربين عن الطعام
من داخل سجن الزكي. واخيرا نحيي عاليا كل من ساند ويساند قضية المعتقلين السياسيين من هيئات حقوقية وسياسية ومدنية. المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي.